رقم خمسة، وده مهم جدا 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 جدا، وشوفوا الاحترام نادي كبير، إقامة مؤتمر صحفي عالمي. إمتى؟ إمتى؟ إحنا مش عايزين نبوظ، لأ، النادي الأهلي بيحاول أن يصلح، وبالتالي إقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب المباراة النهائية. ليه؟ للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الأفريقي والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف، والرد على كل ما جاء في البيانات التي صدرت من كل الأطراف في هذه الأزمة. هل النادي الأهلي هيكبر دماغه ويقعد على جنب كده ويسكت؟ لا، مؤتمر صحفي، وهتشوف هيبقى عامل ازاي. اللي أنا عارفه إن هيبقى مؤتمر صحفي وهيصل لكل دول العالم، لكل دول العالم، لأن هناك أمور النادي الأهلي هيتكلم فيها إن شاء الله بعد إيه؟ أبوظ بقى الدنيا وأعمل مش عارف إيه؟ لا 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 لا، أنا إن شاء الله هلعب، وثقتي كبيرة جدا في لاعبتي وفي جهازي الفني، لو في وسط فين هلعب وإن شاء الله هكسب.